السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في تغطية خاصة جديدة تأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. ما زلنا في شؤون الانتخابات وشؤون النازحين، شأنان يبدو أنهما ارتبطا ببعض مع ملفات أخرى قد نراها ارتبطت أيضا بموضوع الانتخابات، وسنتطرق لها هذا اليوم برفقة ضيفي في الاستوديو الأستاذ خالد العلاو المحلل الاستراتيجي. مرحبا بك سيدي الكريم، بارك فيك. حياك الله. أستاذ خالد، يعني كيف تسير الأمور بعد الأخبار التي تتحدث عن احتمالية كبيرة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ربما لستة أشهر قادمة؟ تفضل. نعم، الحقيقة في البداية بحب أرحب بقناة سامراء وجمهور قناة سامراء الفضائية كل ترحيب. بالنسبة لموضوع الانتخابات، هي حاليا الشغل الشاغل للجمهور العراقي. نعم، يعني المواطن العراقي يهتم أكثر، يعني المواطنين، بموضوع انتخابات. فيما يخص تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، هنالك مقترح قدم من قبل البرلمان إلى رئاسة الوزراء. نعم. على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لفترة على لا تتجاوز كانون الأول من هذا العام. نعم. يعني إمكانية تأجيلها يعني الأكثر من 6 أشهر تقريبا 100% سوف يتم تأجيلها. إذا ما يعني تم تأجيل انتخابات، هذا الموضوع سوف يعكس على التحالفات طبعا. نعم. خاصة القوائم المتحالفة، لأن كثير من القوائم والأحزاب تلفوا بشروط، يعني أنا أنزل كذا برلمان وأنت تنزل كذا مجلس محافظة، وحتى على أعداد وحتى على الرقعة الجغرافية المرشحين. فأعتقد يعني هذا الموضوع، رغم أنه يعني تأجيل مجالس المحافظات يعني نوعا ما يعني قرار يكون صائب. هو ياهو الأولى اليوم أن أجل مجالس المحافظات لو أن أجل الانتخابات البرلمانية؟ الأولى تأجل البرلمان، لأنه مجالس المحافظات مضى عليه 5 سنوات. نعم. والبرلمان راح يمضى عليه 4 سنوات. البرلمان محدد يعني بالدستور من أول جلسة ب4 سنوات. نعم. إذا تم تأجيل البرلمان فراح يعطل البرلمان ويصير عندنا فراغ دستوري، بالحالة هاي راح يكون رئيس الوزراء هو المسؤول عن كل شيء يعني. نعم. طيب، محافظات نينوى صلاح الدين الأنبار، هل هي مهيئة لإجراء الانتخابات؟ وأرجع يمكن إلى أول خبر قرأناه في موجزنا، أن وزارة الهجرة والمهجرين أكدت عودة أكثر من 250 ألف عائلة إلى صلاح الدين الأنبار ونينوى. طبعا 250 ألف عائلة بالقياسات العامة، يعني خلينا نقول وصلت إلى ربما نص عدد النازحين الحقيقي، لكن هل هذا الرقم مجدي حتى أقدر أجل انتخابات في هاي المحافظات، سواء البرلمان أو انتخابات مجالس المحافظات؟ أنا أعتقد يعني وصل عدد النازحين العائدين لهذا الرقم، يعني فعلا موجود هيش رقم. نعم. لكن الكثير منهم رجعوا يعني وما وجدوا منازلهم كانوا يسكنون بها. يعني هو مؤشر أنه رجع لصلاح الدين، هو نازح من صلاح الدين في السليمانية وفي أربيل وفي بغداد، مؤشر أنه هو رجع لصلاح الدين محافظته سوى عودة. لكن هو حاليا نازح في تكريت، يعني لم يستطيع الذهاب إلى بيجي مثل هو كان من أهل بيجي. نعم. أو من الصينية أو من الشرقاط أو من الزوية، يعني كثير مناطق مهدمة المنازل. لا، حتى يعني أن مخيمات النزوح لأبناء نينوى إلى الآن تغص بالنازحين، سواء السلامية، يعني هذا فيما يخص صلاح الدين. نعم. أو مخيمات الهوك أو الخازر أو غيرها. يعني أكو مطالبات قبل فترة شفت يعني من الـ UNDP أو أعتقد يعني المفوضية مع النازحين في نينوى. نعم. طالبوا بفتح مخيمات جديدة، يعني لانه ايمن الموصل يعني مدينه مخربه، يعني نعم. ما تصلح للسكن. نعم. يعني حتى اذا كان هنالك بيت صالح فلا توجد خدمات، لا يوجد طريق يصل الى هذا البيت. نعم. الصالح، لا يوجد مياه شرب، لا يوجد ايسر الموصل يعني مكتظ بالسكان جدا. نعم. فحتى عوده النازحين هي يعني مؤشر جيد، لكن هي ليست عرض يعني صلبة وقوية لإجراء انتخابات. يعني. نعم، ودائما يجري الكلام الآن عن أن ربما محافظة صلاح الدين يعني سجلت أرقام جيدة بعودة النازحين، على الرغم من تحفظات عدد من أعضاء مجلس النواب وحتى أعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين، على الرقم الذي قيل أنه هو فعلا
لمحافظة صلاح الدين، يعني كان الكلام يجري عن نسبة تصل إلى 90% من عدد النازحين. مثلا بيجي، يعني بيجي وين أقدر أحصي بيها هيك رقم؟ يعني مستحيل، مستحيل عادة، وحتى ربما من مجموعة بيجي ما أعتقد، يعني احتمال رجعوا يعني 10% 15%، نعم، مو أكثر يعني، يعني فيما يخص مركز القضاء، نعم. أما في الأطراف لا أكثر، يعني نسبة العودة بالأطراف يعني أحيانا تكون أكثر من القضاء، لأن القضاء مخرب تماما يعني. نعم. نعم، وصار فرق حتى يعني بموضوع موضوع العودة، يعني الأطراف، نعم، كان موضوع مناطقي يعني. نعم. العودة، نعم نعم، موضوع مناطقي، نعم، يعني يتعلق يعني يعني عادة منطقة قبل منطقة أخرى يعني. نعم. فحقيقة الموضوع هذا نجهل، يعني أجهل يعني شنو السبب، يعني يعني منطقة تحررت منذ تاريخ كذا، منطقة تحررت يعني كان المفروض المنطقة تتحرر يعني رأسا، يعني تهب يعني الخدم، يعني الدوائر الخدمية في المحافظة المفروض عندما تتم تحرير منطقة رأسا تكون هناك حملة ويتم تصليح ما يمكن تصليحه، عادة النازحين وفق تدقيق أمني وفق يعني إجراءات أمنية دقيقة وصحيحة يعني. طيب هذا الموضوع ما يدعونا أنه نعيد التفكير بجهد وطبيعة عمل مجلس المحافظة وأيضا المحافظة بإدارة التنفيذية من أجل إعادة النازحين؟ صلاح الدين اليوم تشكي من هذا الموضوع، موضوع الناس وناس بصراحة. نعم، يعني يعني المسؤولين بصلاح الدين وبما فيهم أعضاء يعني مجلس المحافظة، نعم، يعني كأنما هو انتخب ليخدم فئة محددة أو شخص محدد أو منطقة، نعم، محددة. ولهذا يعني صارت هاي الأحداث أنه يعني تم التفريق بين منطقة أخرى. يعني أنا عندي إحدى المناطق يعني المنكوبة اللي هي عزيز بلد، نعم، كان أكو تواجد لبعض السادة المسؤولين بالأمس، وطبعا عندنا فيديو حول هذا الموضوع، مخرجنا العزيز يعني مروان، نعم مروان إذا أمكن نشوف هذا الفيديو وراجعين إن شاء الله لمتابعة التغطية. اليوم تم الاجتماع في ديوان قائم مقامية بلد حول عادة الخدمات المناطق المحررة التي سوف شهدت، التي شهدت عودة النازحين في منطقة جوازرات ومشعيفة، كذلك عزيز بلد، سنجار، ويعات. لدينا خطة متكاملة، لدينا خبرة بإعادة الخدمات للمناطق المحررة من خلال دخول دائرتنا للمناطق الباقية كما موجود في بيجي والشرقاط و القرى التابعة لها، وكذلك المناطق الأخرى شهدناها، يعني صار يعني أصبحت لدينا خبرة واسعة في هذا الموضوع. هذا الخبرة تبدأ بتشغيل المجمعات والمشاريع بشكل طارئ لغرض إيصال الخدمات للعوائل العائدة إلى مناطقهم، وبعد ذلك تستقطب المنظمات الإنسانية والدولية لإعادة تأهيل كامل لهذه المجمعات بحيث يكون إيصال خدمات للعوائل العائدة بصورة مستمرة. توجيه من السيد محافظ صلاح الدين، توجهنا إلى قضاء بلد برفقة السيد المعاون غزال حماد للاطلاع على نواقص منطقة جويزرات وعزيز بلد وأم شعيفة وسنجار بعد عودة النازحين إلها، والاطلاع على واقع المدارس وحالها وما تحتاج هذه المدارس من مستلزمات. وبعد ملاحظة هذه الأشياء لاحظنا أنه هواية من المدارس مدمرة وقسم من المدارس تحتاج إلى ترميم، وإن شاء الله بالتعاون مع المحافظة، حكومة المحافظة، راح نعمل على توفير كرفانات لحالة مؤقتة، لأنه العام الدراسي أوشك على الانتهاء، وبعد انتهاء العام الدراسي نحاول أن نرمم قسم من المدارس ونعيدها إلى وضعها الطبيعي. لإعادة النازحين في محيط بلد ستقوم بلديات صلاح الدين بحملة من الأقضية والنواحي المحيطة ببلد للمشاركة في رفع النفايات، كذلك في فتح الطرق الخاصة بالمناطق المحررة، كذلك توفير ما يتطلبات تأجير آليات تأجير قلابات حسب توجيهات السيد المحافظ. تشارك في هذه الحملة هي سامرة ويثرب، وكذلك تأجير قسم من الآليات كشفر قلابة، وكذلك توفير مادة الوقود لهم
وما يحتوي كذلك قضاء الجهد الآلي الخاص بقضاء بلد سيكون. من جديد عدنا وياكم سادتي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة، وتابعنا قبل قليل تواجد لعدد كبير من مسؤولي المحافظة في مناطق عزيز بلد وجويزرات، مناطق تقع جنوب صلاح الدين، المشكلة فيها مشكلة مركبة، وهنالك بوادر للعودة، ربما هنالك اتفاقية أو توقيع سيجري غدا حسب ما سمعنا يعني من مصادر خاصة. لكن هذا التلكؤ اللي جرى في مناطق جنوب صلاح الدين وبالذات عزيز بلد، نعم، ما تعتقد هو هذا فعلا اللي يرسخ لنا نظرية ناس وناس في صلاح الدين؟ يعني بالنسبة للمناطق جنوب سامراء كانت معارضة على عودتهم، نعم، من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل بعض المناطق القريبة من مناطقهم، يعني نعم، نقول جيرانهم، يعني كانوا نعم معترضين على عودتهم لأسباب يعني أمنية، وأسباب أنه كانت دعاوي مقدمة من أطراف القريبة منهم بأنهم كانوا ينتمون لصفوف داعش أو كانوا يعني يؤون عناصر داعش أو يعني هاي المشكلة يعني صار لها 3 سنوات يعني انتحرت هاي المناطق. كان الأجدر والأحرى بمجلس محافظة صلاح الدين والحكومة الدارية بمحافظة صلاح الدين يعني أن تضع حلول، يعني منطقة تحررت منذ 3 سنوات، شنو المبرر يعني البقاء النازحين أهلها نازحين في مناطق أخرى، نعم، ويعيشون ظروف صعبة؟ يعني أكثر هاي المناطق طبعا هم ناس مزارعين ولديهم بساتين ولديهم، حتى البساتين راحت يعني أصبحت رمال. لا وهي حتى ما يعني الناس ما تقدر تأخذ فرصة أنه يعني تعيد وضعها وتعيد حياتها، نعم. إحنا اللي سمعناه أنه عدد العوائل العائدة كان قليل جدا، وقسم منهم تفاجئ بالدمار ورجع ورجعوا، نعم نعم، نعم. لأنه يعني عزيز بلد، من نتكلم عن عزيز بلد وعدناها هاي أكثر من 1000 مرة، نعم، لمن ألقى السمع وهو الشهيد طبعا من السادة المسؤولين، نعم، عدناها أكثر من 1000 مرة أنه نسبة الدمار بها هي أكثر من ربما 97%. نعم. أنا كان عندي لقاء يوم من الأيام في أحد القنوات، فاتصل أحد المشاهدين من عزيز بلد، نعم، يعني كانوا فارضين عليهم رسوم للعودة كأنما يعني هيك شفتها، نعم، كان أكو مبلغ 500,000 على بطاقة تمويني. على كل بطاقة تمويني. لا اليوم أتذكر المتصل اليوم أكو ربما أكو اليوم تخطيط آخر ووضع آخر، لكن بوجود الدوائر الحكومية يعني رئاسات الدوائر الحكومية ومدراء الدوائر في هذه المناطق، يمكن وتيرة العودة راح نشوفها تتصاعد بالأيام القادمة، وطبعا هذا يتناسب طرديا مع قرب موعد أنا أعتقد الخارج. سباق سياسي يعني الموضوع، نعم نعم، سباق سياسي هو اليوم، نعم، الموضوع بحد ذاته سباق سياسي، نعم. طيب مناطق أخرى يعني من صلاح الدين اليوم نتكلم عن موضوع آخر، موضوع المختطفين والمغيبين، نعم. بعض مناطق شمالي صلاح الدين الشرقاط وبعض المناطق المجاورة لها عندهم 250 مختطف أو مغيب أو معتقل، يقولون أنه إحنا مستعدين اليوم ننتخب اللي يرجع لنا ولدنا. هذا ملف ثاني، هذا ملف غير، تتوقع راح يتحلحل هذا الملف؟ والله هذول المختطفين أسأل الله أن يفرج عنهم، يعني طبعا أغلبهم يعني أنا أحكي لك في مناطقنا، نعم، مثل في الزوية المسحق، يعني أغلبهم يعني ناس أبرياء يعني كانوا هاربين من بطش داعش، وألقت عليهم القوات الأمنية القبض يعني في الطرق في الرزازة وفي بزيبز وفي مناطق أخرى، ويعني مصيرهم مجهول لحد الآن. يعني في صلاح الدين أنا عندي إحصائية 2928 مختطف. نعم، أنا أعلق موضوع نعم المختطفين والمغيبين، نعم، يعني أريد أخذ إحدى المناطق المستعصية الأخرى في محافظة صلاح الدين، عندي العوجة ويعني ومن أهاليها ينضم لي الآن على الهاتف الأستاذ مناف الندى أحد وجهاء العوجة. مرحبا بك سيد الكريم. يا مرحبا بك، يا مرحبا، حياك الله، حياك الله أخي العزيز. أستاذ مناف، يعني آخر مستجدات وجهود إعادة نازحي العوجة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كثير عزيزة، صار فترة طويلة داعي موضوع العوجة وإعادة الأشخاص عدم حاضرنا وكذا، وصار استشارة هذا الموضوع ويا فريق جماعة ناد قائد عمليات صلاح الدين هو المحافظ
والكثير من الأخوة السيد رئيس مجلس المحافظة نعم والأستاذ عمار وكل الأخوان السياسيين وأعضاء البرلمان دكتور قسيم الجمهوري بدر الفحل كلهم والشيخ سلمان الكريم أيضا نعم والشيخ صلاح الدين كلهم يعني تدري هذا الموضوع فيه خير نعم نعم استاذ مناف يعني عذرا سنعاود الاتصال بك بعد قليل يعني نتمنى انه توقف لنا في مكان الشبكة بأوضح حتى نقدر نستفهم منك ونستعلم ونبشر اهلنا ابناء العوجة اذا اكو خبر ان شاء الله عن عودتهم. ارجع لك استاذ خالد. استاذ خالد يعني العوجة ايضا من المناطق التي كانت ممنوعة من العودة واليوم يمكن اكو ان شاء الله جهود في سبيل إعادتها إن شاء الله. فهذا الموضوع أيضا يمهد إلى أنه فعلا نشوف حلحلة بالأزمة وأنه فعلا اليوم أكو جهود من أجل إعادة نازحي هذه المناطق، وخاصة هاي تعرف أنت هاي المنطقة يعني هذه المنطقة جرى لبس كبير في موضوع. نعم يعني مثل ما أشرت أنه حكومة محافظة صلاح الدين كان المفروض يعني بعد التحرير أول إجراء تشريعي عادة ما يمكن عادته من الخدمات وبعد ذلك عودة النازحين. نعم. بعد التدقيق الأمني يعني هذا هنا اللي بس هنا حصل التباس هنا أنه يعني حصلت تصريحات وتعميم بأنه المنطقة الفلانية تنتمي لداعش والمنطقة الفلانية تنتمي للمنطقة يعني هذا موضوع غير منطقي يعني احنا ما يمكن أنه نعم منطقة كاملة نقول أنه هاي المنطقة كلها تنتمي لداعش، لربما كان في المنطقة شخص أو شخصين أو أكثر أو عشرة يعني داعش هو منظومة جرامية تركيبها بالمجتمع كان يختلف من منطقة الأخرى، أكو منطقة كان أعداد كبيرة، أكو منطقة كانت أعداد محصورة، أكو منطقة كانت رافضة الفكر هذا. نعم إحنا نتمنى أنه فإحنا ما يمكن أنه نعم. ننطي صبغ المنطقة أنه المنطقة هي كلها داعش، هذا شيء يعني ولهذا نريد نفهم أكثر يعني نعم. رجع عن الأخ العزيز أستاذ مناف الندى. أستاذ مناف حياك الله. حياك الآن الصوت أبو الآن الصوت واضح يعني نشكرك جدا. واضح نعم. سألناك عن آخر مستجدات وجهود إعادة أهالي العوجة ومع من بالضبط جرت هذه المباحثات من أجل إعادة نازحيكم. تفضل سيدي الكريم. حبيبي العزيز أهلا قبل حوالي 4-5 أيام أو قبل الأسبوع الماضي نعم طلبوا يعني يواجهون قيادة عمليات صلاح الدين المشتركة كلها طبعا بما فيها فصائل يعني قيادة الحزب الشعبي لأنه نعم ما باقي مسميات يعني عطائف بيلق بدر سرايا السلام اللي يعني حسب ما هم الأخوان اللي واجهناهم نعم قالوا أنه إحنا الحزب الشعبي يعني فقط ما هو مو فصيل فلان وفلان نعم فإضافة إلى اللجنة معية الفريق جمعانات نعم قائد عمليات صلاح الدين اتفقنا على آلية للعودة وقالوا انه صدر امر بالعودة ابناء العوجة للمناطق. طيب آلية العودة استاذ مناف اذا امكن يعني نعرفها من آلية العودة قالوا احنا اول مرة نسوي نواة حتى الناس تطمئن نعم 200 عائلة طيناهم فايلات وأمنيات 200 عائلة مستمسكات يعني فايل كامل والآن طلبوا عندنا أنه 200 عائلة لهم جميل راح يجهزوهم إن شاء الله وباقي بس مرحلة أنه نفتتحها للعوجة يسمونها إياها وتبقى الناس ترجع طبيعي. يعني انتم لمستوا جدية بالتعامل مع ملف العوجة استاذ مناف. نعم 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 هالمرة كونوا ناس جادين وجديين والموضوع جدي واخذ يعني اخذ مجال طبيعي يعني بنشوف احنا نعم. اكو اجراءات واكو جدية بالعمل. نعم نبارك فيكم هاي الخطوة ان شاء الله. انتم بكم رمزية النظام السابق اكو قبل يعني قالوا احنا نخاف عليكم نعم لانه بيكم رمزية النظام السابق وكذا ومن السوالف هذه فتبين ان بالعكس حقيقة الحكومة ما عندها اي اشكال
جاء عودة أبناء العوجة والموضوع طبيعي وإن شاء الله ماشيين بهذا الاتجاه. نعم أنا أشكرك جدا أستاذ مناف المدر أحد وجهاء العوجة، كنت معنا في هذه التغطية الخاصة. يبدو الأمور سهلة يعني إن شاء الله في منطقة العوجة. خل أرجع وياك على ملف المعتقلين والمعتقلين. نعم المعتقلين، يعني أنا كثير سمعت يعني من أهل المعتقلين يعني كثير منهم أدلى بصوته أنه إذا ما يطلعون معتقلين أصلا راح يقاطعون الانتخابات. يعني ابنه محجوز، يعني أنا أعرف عائلة أحد جيراننا يعني لديهم كان 4 أو 5 معتقلين. نعم يعني هذول ناس أبرياء، يعني مستحيل يعني عليهم أي شيء، يعني لا مبرر لاعتقالهم ولا أي شيء، يعني تم طبعا اعتقالهم في سيطرة. تشوف شيء من حق الناس اليوم؟ نعم أنه الناس. أنه طالب. نعم. أنه طالب المرشحين. نعم. تقول اليوم إذا طلعت لي. نعم. أولادي يعني والله الناس فقدت الأمل، يعني فقدت الأمل يعني الأمل بالله موجود إن شاء الله. نعم. الناس فقدت الأمل، يعني ذوي المعتقلين ما خلوا باب ما طرقوه، يعني وأتمنى يعني ويعني الشخص اللي يمكن يعثر على المعتقلين ويطلق سراحهم أعتقد هم يعني شبه محسوم مكانهم، يعني أو يعني كان أكو إشارات أنهم موجودين في منطقة محددة، يعني الشخص اللي يمكن يفرج عن هذولا يعني أعتقد أني ما يعني أنا يمكن أشجع الناس على انتخابه، يعني وين أرجع ألوم وأقول هو وين كان قبل المهم المشكلة وين مع هذا المهم المش... هو يقدر يطلعهم صار 3 سنوات ونحن ما حتصير إشكالية، يعني هذا اللي يقدر يطلع المعتقلين معناها شخص نافذ. نعم. وبما أنه شخص نافذ فمعناها عنده تجربة، وبما أنه عنده تجربة فمعناها أنا راح أرجع أجرب مجرب. نعم. لأجل هذا الموضوع. نعم. والناس من اللي تربط هذا الموضوع ويسكت كل هالثلاث سنوات. نعم نعم أنا أشهد أنه يعني هو يطلع يفرج عن مظلوم، استطاعته أنه يستطيع أن يفرج عن مظلوم وسكت 3 سنوات، يعني هاي مشكلة أخرى، لكن أنا أضم صوتي لصوت ذوي المعتقلين يعني. نعم طبعا. نعم. هذا الكلام فقط يجي عن الشرقاط يعني. نعم. يعني عندي مغيبين أيضا من قضاء الدور. نعم. هؤلاء للأسف الشديد سمعنا الكثير من الوعود يعني على لسان الكثير من المسؤولين، نخص منهم السيد النائب ضياء الدوري، يعني كان يجلس هنا ذات يوم في تغطية خاصة ووعد بالكثير وقال وصلنا إلى مراحل متقدمة من أجل اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المغيبين المختطفين شو نسميهم، خلينا نسميهم، لكن للاسف الشديد لحد الان ما شفنا ولا واحد من دولة رجع الى اهله، وعددهم تقريبا بال160 شخص على مستوى قضاء الدور. هذا الرقم يعتبر كبير جدا، احنا نتكلم عن قضاء يعني صغير بعدد السكان و وكذلك على مستوى المساحة، بالتالي فهذا الرقم يعتبر رقم كبير. نعم. بالنسبة لقضاء الدور، ومع هذا احنا نقول ونرشق نعم نقول انه والله عافية عليه اللي يقدر يرجع يعني المعتقل. نعم. نعم. طيب مستقبل الكوادر الشابة وين اذا اليوم اني بهاي يعني الفورة الانتخابية اللي بيها ملف النازحين، ملف يحتاج الى شخص قديم عتيد يملك زمام الأمور، أو ملف المعتقلين اللي تكلمنا عنه قبل شوي هو أيضا يحتاج شخص صاحب خبرة سياسية ودربة وميران ومنصب لكي يصل إلى المعتقلين. القيادات والكوادر الشابة وين نشوفها بصلاح الدين في حالة؟ وين راح نلقاها؟ أنا كنت أطمح أنه الدورة القادمة للبرلمان والمجالس المحافظات. نعم. أنه يكون 80% أو 70% منهم من الشباب، وكنت أتمنى أنه يعدل سن الترشيح. نعم. إلى 25 سنة أو إلى يعني 27 سنة حتى يمكن شمول الشباب بالعملية السياسية. عندنا شباب ناضجين وعندهم فكر سياسي وعندهم وعي سياسي، كان بالإمكان أن نستفاد منهم يعني في دماء جديدة قيادات جديدة. صلاح الدين حقيقة يهيمن عليها المال السياسي، يعني صلاح الدين. نعم. أكثر شيء بصلاح الدين يحسم الأمور هو المال السياسي، فالشباب أعتقد يعني ما لهم مكان. طيب. بالعملية. طيب 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 خلنا أخذك إلى مكان أكثر اختصاصا. نعم. نتكلم فقط عن شمالي صلاح الدين. نعم. الشرقاط وبيجي. نعم. هاي المنطقتين. نعم. مناطقكم. نعم. المناطق اللي نقدر نقول عنها أنه هي تقريبا موحدة عشائريا. نعم. حتى انت تسمع احيانا يقول لك هذا هاي المنطقه تابعه عشائريا بالضبط للقضاء الفلاني. احنا هسه نتكلم عن الزاويه والمسحق. احنا هسه الزاويه والمسحق. نعم. احنا تابعين البيجي. نعم. احنا قرى تابعه البيجي، لكن تدينون عشائريا احنا الشرقاط. نعم. نعم
مستقبل هاي المناطق شنو الان على على ابواب الانتخابات؟ يعني السرقاط يعني قضاء طبعا اكثر من 108 اكثر من 130 الف ناخب في قضاء السرقاط. نعم. تمثيل فعلي بال 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 بالسلطه، لا بالتشريعيه ولا بالتنفيذيه. ما عندنا عندكم اثنين معينين يعني؟ يعني ما مثلوا اهلهم. طيب. مثل ما يليق. طيب شنو التخطيط الجديد لابناء هذه؟ التخطيط الجديد يعني يعني عزم اهل هاي المناطق انه يشكلون كتله خاصه بهم، كتله خاصه برقعه جغرافيه محدده. نعم. ويعني احنا طبعا التجربه حاولنا بها قبل بالدورات السابقه ما نجحنا، اخترقنا يعني اكثر من مره. هالمره اعتقد خرجنا من عنق الزجاج يعني. تم تشكيل كيان خاص بالمنطقه هاي. طبعا لدينا مرشحين في قوائم اخرى، نعم تم اختراقنا من قبل قوائم اخرى، لكن يعني اهالي الشرقاط ونمسح الجزويه اغلب المناطق سووا انتخابات تمهيديه واخرجوا اشخاص يمثلون هاي المناطق، وهذول المرشحين اللي تم انتخابهم سوف يدخلون في قائمه اسمها يعني. نعم. انتم ما راح تتفاجئون فيما بعد انه تلقون 20 او 30 مرشح مثل كل مره وهم تشتت الاصوات اكثر، لكن اذا المرشحين كلهم في قائمه هي نقول شرقاطيه. نعم. فحتما راح يخرج ممثل من الشرقاط. بس اكو تجارب عشائريه رائده اليوم في محافظه صلاح الدين، يعني اكو تجارب اليوم مثلا تطبقها عشائر في سامراء مثلا. نعم. احدى العشائر قررت ان يكون لديها مرشحان فقط، وبالتالي سيحصدون الفوز لا محاله، لانه احنا نتكلم عن عشيره كبيره اخرجت مرشحين فقط. احنا مشكلتنا مو بالاصوات، يعني مشكلتنا الفوز مو بالاصوات، احنا لدينا مرشحين فازوا في دورات سابقه. نعم. فاز ولم يصل، يعني عندنا القاضي عبد الرزاق في سديره جاب اكثر من 10000 صوت. نعم. ولم يصل البرلمان، بينما اخذ المقعد ناس اقل اصوات من عنده. فاحنا مشكلتنا مو بالاصوات، مشكلتنا انه احنا تذهب جهودنا. ما عندكم مشكله بموضوع تحديث سجلات الناخبين؟ الناس يعني حدثت بكثره يعني في مناطقكم. انا شفت يعني حقيقه انه اكو اقبال كلش قوي. نعم. في مناطق الشرقاط على تحديث سجلات الناخبين. طبعا صلاح الدين هي بها اعتقد 9001 عفوا 901000 ناخب. نعم. يعني تقريبا المحدثين 140 يمكن هذول اللي 400 المحدثين. نعم. 140000 400000 محدثين. نعم. 140000 هذول استلموا بطايقهم يعني. نعم. اعتقد هسه المفوضيه جازت بانه ممكن انه حتى بالبطاقه القديمه ممكن لك حق تصوت. وانا ما اشجع، انا احث المواطنين على تحديث سجلاتهم، يعني لان هذا راح يكون هنالك صندوق في كل. نعم. انتخابات راح تكون بطريقه ذكيه، يعني بطاقه ذكيه، هناك راح يكون صندوق يسموه الصندوق الغبي يعني. نعم. اللي ما محدثين راح يجون الى هذا الصندوق، فالصندوق يمكن التلاعب فيه. لكن احنا حسب ما شفنا ايضا يعني بمقاطع الفيديو، المفوضيه العليا المستقله للانتخابات مرتبه امور صناديق بحيث يعني ما ممكن ابدا التزوير. قبل كان الواحد ياخذ مجموعه مثلا الجناسي. نعم. والبطايق يروح للمركز الانتخابي ينتخب عنه وعن عائلته. اليوم. نعم. هذا الموضوع ماكو. لا بالانابه ماكو، ماكو هسه فرصه. نعم. التزوير كلش قليله يعني. نعم. يمكن من خلال هالصندوق الغبي يسموه، بكل مركز راح يكون واحد او اثنين ممكن من خلاله يكون اكو تلاعب، اما بقيه الصناديق ما يمكن. والفرز راح يكون بطريقه الكترونيه بحيث النتائج تطلع يعني ممكن بنفس اليوم تطلع النتائج يعني. طيب رأيك بالقوائم اللي راح تنزل من خارج مناطقكم، قوائم تابعة لجهات معينة راح تنزل في مناطقكم، وهاي القوائم قوية راح تكون لأنه هي لها قواعد جماهيرية في مناطقها ولها قواعد شبابية جماهيرية أيضا في مناطقكم، حظوتها شو راح تكون يعني فرصها؟ يعني صلاح الدين يعني احنا على التجارب اللي خضناها كلها بصلاح الدين هي. نعم. كانت اللاعب الأكبر كان المال السياسي. نعم. لانه هنالك يعني اصبح عندنا سياسيين لديهم رؤوس اموال عاليه ممكن يتحكمون يعني بمصير يعني في انتخابات او، لكن انا اعتقد انه يعني الشعب صار عنده ربما وعي او نقول رده فعل. نعم. لما تعرضنا له يعني هذا درس داعش اللي تعرضنا له، يمكن ما اعتقد اكو درس اصعب من هذا الدرس يعني. فيعني انا اتمنى انه يكون هناك وعي جماهيري وانه الشخص لا يعطي صوته الا من يستحقه. هاي التوعيه يمكن اليوم حتى يعني انبرت لها كل يعني كل الجهات سواء الدينيه او الجهات العشائريه على ضروره الانتخابات، لكن كل هذا ويصطدم بالنهايه بموضوع اللي هو قلنا الموضوع الاهم والموضوع
أكثر أهمية هو اللي هو موضوع النازحين. موضوع التوافق السياسي هذا يجي بعدين، هذا يجي بعدين، وقلنا احنا اذا في حال تأجلت الانتخابات فاكو احتمال إعادة نظر حتى بالتحالفات وبشكل الائتلافات القادمة. لكن عندي اهم موضوع هو موضوع النازحين. اليوم النازحين، وطبعا التفاتة جيدة من ابناء شمال صلاح الدين لما حطوا ملف المعتقلين ايضا مع ملف النازحين في سبيل ان يكون طريق لاجل يعني انتخاب المرشح القادم الذي اذا اريد ان يرشح على محافظة صلاح الدين، لان انت بكل الاحوال انت المرشح اللي ما تستفاد منه اليوم ماكو داعي تنتخبه يعني بصراحة. والقيادات الشابة يعني بحسب رؤيتك اليوم شلون نشوف وضعها ومستقبلها وفق هاي يعني الطبقة. نسبة التغيير بالقيادة الشابة راح يكون يعني بسيط جدا، يعني لانه الشباب يعني احنا عندنا مجالس شباب، انا اعرف في بيجي وفي الشرقاط وفي تكريت وناس عاملين، يعني احنا عندنا في قريه تمسحق مجلس شباب، هذا المجلس بدعم من اهل القريه، طبعا هم شباب عاطلين عن العمل، بدعم من القريه اعاد الماء للمنطقه واعاد الكهرباء للمنطقه بجهود، يعني بجهود الشباب. اكو عندنا نازحين ما بيته محروق ما يقدر، هذا المجلس اجى صبغ البيت ماله ولبخه من جديد وجهزه كامل رجع البيت. فهذول الشباب يعني هم امل التغيير، لكن ماكو فرصه لهم بالدخول بهاي المعترك. ليش ما لهم فرصه؟ لا العمر لا السن القانوني يسمح لهم بالتجربه، ولا يوجد لديهم مقومات النجاح، بس قد يتفقون على من يمثلهم، وهذا النموذج موجود طبعا. هو هذا اللي احنا نبحث عنه، هو هذا اللي احنا نبحث عنه. نبحث انه هذول الناس اللي هم واعين واللي هم عندهم وعي واللي عندهم ادراك لما يحدث في الساحه، انه هذول يخرجون ممثلين. هذول ممثلين هم ممكن نزجهم بقوائم يعني نكون معتدلة، ويصير عليها توافق وممكن انه ندعمهم يعني. لكن خارج الأطر أعتقد اللي تبعتها صلاح الدين سابقا، القوائم الكبيرة وقوائم العشائر أيضا، الموضوع لن يتعدى هذا، لأن احنا نعرف أنه التيارات المدنية ما لها فرصة سوى في بغداد وربما بنسبة قليلة في بابل وفي الناصرية، يعني ربما ستكون لها الفرصة أكبر. متفائلين أنه نروح للانتخابات في 12 أيار انتخابات البرلمانية، متفائلين إن شاء الله بالتغيير. يعني الانتخابات البرلمانية يعني هم طبعا احنا عندنا مشكلة، يعني مشكلة فنية ومشكلة قانونية بالانتخابات. حكومة بغداد وحكومة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي حدد موعد الانتخابات النواب في 12/5، لكن لحد الآن أكو مشاكل فنية وأكو مشاكل قانونية لم تحسم. يعني لحد الآن موضوع الشهادة ما انحسم. لا يقولون راح يسوون 20% كوتا هاي بالجديد. حتى يعني على أساس أنه هنالك من يريد يمثل الفلاحين. نعم زين، هو يروح افندي مثل هذا اللي مثل الفلاحين يعني، وليش ما يروح واحد مثلا بكالوريوس علوم زراعيه إيه هذا إيه ممكن يمثل الفلاحين مثلا، ممكن نعم. يعني هم الفلاحين ناس يعني حقيقه ما عندهم فكر، يعني هذا احنا يعني ولو راح نروح بعيد يعني، ولا هذا الزراعه عندنا بالعراق تراجعت طبعا، لانه احنا عندنا بس الطبقه الكادحه تشتغل بالزراعه. يعني انا فلاح كنت نعم، يعني بس الطبقة الكادحة تشتغل بالزراعة. يعني احنا نراد ان ناس عندهم اقتصاد وعندهم زراعة ويتجهون بها تجاه. نحتاج فكر جديد ونحتاج دماء جديدة حتى نقدر نغير. نرجع للمشكلة المشكلة القانونية. قانونية. مشكلة السن القانوني، مشكلة الشهادة. نعم. عندنا مشكلة أخرى، مشكلة المشاكل الفنية المفوضية، لحد الآن عندها مشاكل فنية ما حلتها. نعم. لحد الآن المبالغ المخصصة الانتخابات ما تغطي الانتخابات، يعني مشكلة كلش كبيرة. يعني لحد الآن التحالفات يعني ورا ما شوف، احنا هذا خطأنا انه احنا حددنا موعد للبرلمان وللمجالس وردينا غيرنا الموعد، يعني هاي التحالفات كلها راح تتصدع والله، يصير تصدع والله. موضوع الأموال موضوع يعني شائك جدا، شائك جدا. نعم. وأنا حقيقة يعني هيدا أرجع على خبر في نهاية التغطية عن هيئة النزاهة اللي ضبطت ملاكاتها بمحافظة البصرة حالات تلاعب بأسعار بعض فقرات مناقصة مشروع لنقل الطاقة الكهربائية بالمحافظة بكلفة 25 مليار دينار، مادة سعرها مليون دينار
متسعره بخمس مليارات دينار. يعني المشاهد خلي ينتبه شويه ويانا اخي الكريم. ماده، نعم ماده سعرها يقارب المليون دينار مسعره بخمس مليارات دينار. اصبح هذا يعني هذا الموضوع هذا هاي المرونه السهوله بالاستكساب حتى تصعد لي قيمه حاجه 5000 مره قد قيمتها. فاحنا وين رايحين اذا بعدنا نفكر بهذه الطريقه، واذا الى الان ما نقدر ناخذ حقنا من كل الفاسدين، ومن اكثر الفاسدين بصراحه شخصهم العراقيون كان السياسيين اللي استخدموا المال السياسي. انا بالختام اشكرك جدا استاذ خالد العلاوي السياسي، كنت ضيف تغطيتنا. والشكر موصول لكم ايضا احبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي انس عبد الرحمن، حتى نلقاكم من جديد في امان الله وحفظه. شكرا.